السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، معكم نواف، واليوم بوريكم أفضل أماكن تجميع السولز في دارك سولز 3. خلونا نبدأ. في البداية بنحتاج كم آيتم بيفيدنا في تجميع أكبر كمية ممكنة من السولز. أول آيتم بنحتاجه هو شيلد فونت، وبنحتاج هذا الخاتم اللي هو سيلفر سيربنت رينج. الخاتم هذا بيسوي وظيفة الشيلد تماما، يعطينا كمية سولد زيادة. ما يهم يكون عندك الاثنين، لكن إذا كان عندك اثنين بيعطونك أكبر كمية ممكنة. في البداية بوريكم منطقة في بداية اللعبة وهي مفيدة للي توم بادين في اللعبة، وهي الكيب روينز. المنطقة هذه ميزتها البونفاير قريبة مرة من الأعداء، تقتلهم ترجع تجلس عند البونفاير، تقتلهم ترجع تجلس عند البونفاير، وكل عدو يطيح تقريبا 462. هذه المنطقة زينة اللي توهم بادين في اللعبة. ثاني منطقة بتكون منطقة أنورلاندو. منطقة أنورلاندو الأعداء بيطيحون كمية أكبر ولكن بيكونون أصعب. أول ما نوصل نرجع مع الدرج بنلقى فارسين. الفارسين هذول هم اللي نبي نفرمهم، وكل واحد منهم تقريبا بيطيح لنا 3300 سولز. والمكان اللي قبله الأخير بيكون في منطقة الجراند أركايف، بيكون أصعب كثير من السابقة، ولكن بيكون المكافأة بتكون أفضل بكثير. هذا أفضل مكان يعطيك كمية كبيرة من السولز، ولكن الأعداء جدا صعبين في المكان هذا. نجي مع الشورت كات ونطلع مع السلم. هذول الأعداء هم اللي بنفرمهم، فنحاول نستدرجهم، ما ناخذهم كلهم مرة واحدة، نحاول نستدرجهم واحد واحد لأنهم جدا أقوياء، ولكن زي ما قلت المكافأة جدا عالية. كل واحد منهم بيطيح لنا 17000، بيطيح لنا حجر تطوير. فالمنطقة هذه جدا مفيدة، تقدرون تفرمونهم وترجعون مع البونفاير. المنطقة الأخيرة بتكون هي منطقة التنانين في ثاني بونفاير. ميزة المنطقة هذه ما تحتاج تجلس عند النار بعد ما تقتل العدو، لأن الساحرة تستدعيه مرة ثانية. أول ما يطلع جهز التشارج. أنا اخترت السلاح هذا لأن التشارج حقته قوية، وتقدر تطيحها بالأرض أو تقدر برضو تعطيه باكستاب زي ما بتشوفوني أسوي. ما يعطينا كمية كبيرة من السولز زي اللي قبل شوي، بيعطينا تقريبا حوالي 5000، لكن ميزته بيطلع بسرعة وقطرته أسهل. وبكذا نكون خلصنا فيديو اليوم، شكرا لكم على متابعتكم، ولا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب.